ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس صافي 30 درجة مئوية، الملموسة 28، الرطوبة 18%، والرياح خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا، سكاكا طقس حار 40 إلى 27، عرعر 41 إلى 28، أما تبوك 38 إلى 28. المنطقة الغربية، مدينة جدة 41 إلى 28، المدينة المنورة 41 إلى 27، مدينة مكة المكرمة 40 إلى 30، والطائف 31 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون فرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة. تكون رعدية هذه الزخات المطرية، الباحة تسجل 27 إلى 21، أبها 27 إلى 19، أما جازان 35 إلى 32. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية، الإحساء 43 إلى 26، الدمام 42 إلى 27، وحفر الباطن 42 إلى 29. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 41 إلى 28، وبريدة 40 إلى 22، وحائل 36 إلى 23. إلى اللقاء.